اليوم مساحات الحرة للإنترنت فتحت أبوابها، أبواب مشرعة اليوم أمام الشباب بالعراق للعنف والابتزاز الإلكتروني. يعني الفضائح اللي صارت عن طريق يعني مسؤولين كبار اليوم وصلت إلى جميع المحافظات العراقية، يعني حتى بالريف. هاي التقنية اللي دخلت علينا فجأة للمحافظات، المساحة الحرة المفروض كعراقيين إحنا بتقنية مستمرة مفروض اكو حقوق لكل شيء. يعني بقيه الدول شفت انت منعوا كذا منعوا كذا موقع، ليش احنا كل شيء مشرع لنا؟ يعني ابتدي من وين ما انتهيت جناب الكريم. منعوا او حضروا موقع، احنا معالي السيده الوزيره تحياتنا لها اتصالات قالت اني احضر المواقع الاباحيه، وبالنتيجه من حضرت المواقع الاباحيه؟ قالت اني احضر تطبيق التليجرام، وبالنتيجه من حضرت تطبيق التليجرام؟ كنا بقينا مستمرين باستخدامه. اذا يعني عندنا مشكله فنيه بطريقه تعاملنا مع الاجهزه الفنيه التكنولوجيه، هاي واحد. اثنين، حقوقنا وين؟ احنا كمواطنين، احنا كناس بسيطين بجانب التكنولوجيه، نرجع الى التشريعات. ست التشريعات هي وجدت لحماية المجتمعات. يعني حتى القرآن الكريم الدستور على نزل على موسى يختلف عن الدستور اللي نزل على عيسى، يختلف عن الدستور اللي نزل على محمد عليه السلام. هذه الدساتير وجدت تتطور مع تطور البشرية، تتطور مع تطور البشرية. كذلك البرلمانات تشرع مع تطور البشرية، يعني يستحدث قانون برلماني عندما يستحدث فعل أو شيء معين في الشارع، في الشارع العراقي أو أي دولة أخرى. احنا دا يستحدث هواي عندنا امور. يعني اضرب لك احدى الاشياء يعني المبكيه المضحكه، لحد هذه اللحظه احنا ما عندنا قانون الاتصالات، وزاره الاتصالات لحد هذه اللحظه دا نمشي على قانون بريمر 2004 لهيئه الاعلام والاتصالات، ودا تشوفين الكتب المتداخله مثلا بين هيئه الاعلام والاتصالات ووزاره الاتصالات. صحيح. للامانه الهيئه تريد تعمل تقدم، والوزاره تريد تعمل تقدم، لكن من حيث لا يشعرون دا يتداخلون بالصلاحيات، وهاي تداخل الصلاحيات نسميه احنا فوضى خلاقه. هذه فوضى خلاقة اللي نادينا سابقا بضرورة دمج هيئة الإعلام مع وزارة الاتصالات وتسميتها وزارة البنى التحتية تكنولوجيا المعلومات. طبعا حيزعلون من عندي مرة ثانية إخواني بالهيئة، لأنه يقولون ادمج الهيئة مع الوزارة. سيد مصطفى تعرف ليش احنا أعرف ليش حتى ليش أعرف أعرف زين أعرف. جاوبني جاوبني أعرف. كل زين أعرف أي أعرف أنت يتورطيني وتقولين جاوبني، لا تجاوب حتى يسويش حضر إلش فوني